من جديد اهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب الدكتور خليل عبد الله أبل. دكتور خليل، كونك يعني عضو في اللجنه التعليميه وكذلك مهتم بالشان التعليمي وكمدخل للقاء اليوم معك، شنو تقييمك للوضع التعليمي العام في دوله الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكرا مره ثانيه استاذ احمد على هذه الاستضافه. شكرا. ردا على سؤالك، بلاش أنا أقيم، فلنسأل أي ولي أمر، فلنسأل أي أستاذ جامعي، فلنسأل أي طالب ما رأيك في مستوى التعليم اللي تتلقى أو يتلقى الابن أو غيره. شنو تتوقع إجاباتهم؟ واضح، يعني أنا ولي أمر في نهاية اليوم، زي أنا أستاذ في الجامعة، أعرف المستوى اللي هنا. أعتقد لدينا مشكلة كبيرة، وأعتقد أن احنا الجهد اللي قاعد يوضع في التعليم سواء التعليم العام أو التعليم العالي، أعتقد جزء كبير منه مهدر، لأن يعني هم قاعد يبذلون جهد لكن مهدر. ماكو شك أكو جهد، لكن الجهد هذا إذا ما كان سليم صحيح، النتيجة تكون نتيجة عبثية يعني، والأموال هذه تصير أموال عبثية قاعدة تهدر، والطاقات اليوم هل شبابنا وبناتنا اللي يطلعون من الثانوية العامة ويدخلون مؤسسات التعليم العالي، هل نسبهم ودرجاتهم تعكس مستواهم الحقيقي؟ هذا سؤال. هل باستطاعتهم أن يجتازوا المرحلة الجامعية أو مرحلة ما فوق الثانوية، ما بعد الثانوية؟ هل قادرين يستوعبون المحتوى العلمي؟ هذه بعد ما يحتاج أنا أقول نعم أو لا، الإجابة لا طبعا. نسبة التعثر الدراسي سواء في مؤسساتنا المحلية أو في المؤسسات الخارجية من خلال البعثات. إذا للحين هذه وجهة نظر ولي الأمر دكتور خليل عبد الله كولي أمر، ولا الآن تحولنا إلى كنائب؟ أنا أتكلم كولي أمر. أتكلم كولي أمر. زين، كونك نائب دكتور كنائب خليل. أنا أوجه أسئلة برلمانية، أنا أقدم اقتراحات، وأنا مهتم جدا في هذه المسألة، وعندي علاقة قريبة جدا مع كثير من المسؤولين في وزارة التربية، ودائما أتحدث عن هذا الأمر. أقلها أقول التالي: من يقيس جودة التعليم في الكويت؟ أعطوني جهة واحدة تقيس جودة التعليم في الكويت. ما جاوبك؟ ماكو أحد يقيس جودة التعليم في الكويت عشان حيجاوبني. ردوا هم بإجابة رسمية؟ ما في أحد يقول لك احنا من داخل عندنا هذا، انت ما تقيس جودة نفسك، هذا يصير قياس ذاتي. لا، احنا هل هناك جهة خارجية وقياسهم لنفسهم زين؟ يعني نتائج القياس لنفسهم إيجابية؟ ما تكون النتيجة إيجابية أو سلبية، هذا قياس لتصحيح مسار الذاتي، لكن على أساس أنا أقيم المؤسسة وجودة هذه وقدرتها على إنتاج المنتج عالي الجودة، هذا لازم واحد ثاني يطلع يقيم. إذن البعض يقول لي، يعني البعض يقول لي احنا مثل اليوم في اللجنة، قلت من يقيس جودة الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب؟ قال من خلال سوق العمل. أعطني دراسة في سوق العمل وهناك جهة محايدة تقيس وتقول والله منتجات أو مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب ذات كفاءة عالية، أو هذا الكلام ينطبق على جامعة الكويت؟ وهذا الأمر غير موجود. غير موجود. إذن دكتور خليل أبل يعني يشوف أن الوضع التعليمي بالكويت سيء وكذلك غير متفائل. قضية غير متفائل، لا، لم أقول أنا غير متفائل، أنا قلت أنه يعني في حل بالمستقبل القريب للقضية التعليمية؟ نتطلع نتأمل. الآن أكو كثير من الاقتراحات قدمت، وأنا بصدد أيضا ودار نقاش مع الأخ معالي وزير التربية وزير التعليم الحالي الفاضل الدكتور محمد الفارس. نعم. أنا بصدد تقديم اقتراح بتنظيم التعليم العالي. تنظيم التعليم العالي ليش هو مو منظم الآن؟ هو أكو قانون قديم، وأكو مؤسسات متداخلة جدا في اختصاصاتها، وأكو مؤسسات مفقودة، أكو دور مفقود في بعض هذه المؤسسات. نريد أن نعيد ترتيب مؤسسات التعليم العالي، هذا من جانب. من جانب التعليم العام وما قبل الثانوية، أيضا هو مقتنع بالفكرة بتقسيم وزارة التربية إلى مؤسسات أصغر وإلى هيئات أصغر. نحن نتطلع، وطبعا أنا مرة ثانية أنا مهتم ولست مختص، في فرق وايد.
أنا مختص في تحليل النظم. يعني ممكن الحل يأتي من المهتمين ولا يأتي من المختصين؟ الحل الفكرة تأتي من المهتمين ويستفاد من خبرة وقدرة المختصين في المسألة. وهذا اللي أنا أسويه، إن أنا عندي اقتراح، عندي فكرة، مرة ثانية بحكم إني أنا محلل النظم، فأي نظام أشوفه أعرف مداخله ومخارجه وأعرف مشاكله الفنية والإدارية، يفترض هذا في تخصصي. يعني مختص في النظم؟ أنا مختص في النظم، أي نظام مختص فيه، كيف تحلله، كيف تشوف مشاكله، كيف تعالج مشاكله، كيف تبني هيكلته، والأمور هذه كلها. إذا أروح أتكلم مع المختصين هنا في الشأن التعليمي، مختصين لما أقول مختص مو مختص لأنه صار له 30 سنة والله مسؤول في وزارة التربية، أبد، هذا مو مختص. أنا أتكلم مع مختص بالدرجة العلمية. نعم. هذا اللي أتكلم عنه بالاختصاص. نعم. دكتور خليل، أنت وصفت بعض الجامعات بالبطيخية ويتم تعيين خريجي هذه الجامعات، لكن خريج الجامعة العالمية المرموقة بلا تعيين، وين دوركم دكتور أنتم في اللجنة التعليمية؟ أنا خلي أصحح السؤال، أنا وصفتهم بالبقالات مش بالبطيخية. بقالات؟ بقالات، قلت عنهم بقالات وأسميهم بقالات. في فرق بينهم؟ فرق وايد، فرق وايد بين البطيخ والبقالة، فرق وايد. البطيخ بطيخ، البقالة تعطي بطيخ، تعطي رقي، تعطي أشياء وايدة مختلفة. يعني البطيخية أفضل ممكن تكون؟ أتصور البطيخ أفضل من البقالة، لأن البطيخ متخصص في شيء وتعرفه بسرعة، البقالة يعطيك عصير، يعطيك تشيبس، يعطيك على كل حال. مو إحنا حاولنا نهدي اللفظة يعني. على كل حال أنا أتكلم عن التعليم لفترة طويلة، لأن فرص التعلم العالي بعد مرحلة الثانوية أو إذا جاز التعبير حتى الدبلوم، عيالنا ما عندهم فرص متاحة في الكويت، فيقومون يبحثون عن فرص في الخارج، يبحث عن الجامعة الرخيصة اللي ما يدفع عليها فلوس وايد، لأنه يروح على الحساب يتكلف، ويبحث عن الشيء السهل اللي يخلص بسرعة ويرجع الآن. وطبعا أكو مشكلة أخرى هي قضية الكوادر، وشون إحنا نخلط بين في الكوادر بين طبيعة العمل مع الدرجة العلمية اللي المفروض تكون عند صاحب العمل. على كل حال هاي مسألة طويلة يعني، وما أدري إذا عندنا وقت أو لا، بس بشكل عام هناك جامعات أقرت في فترة وفي في غفلة من الزمن تخرجوا منها عيالنا خارج الكويت، خارج الكويت تخرجوا منها عيالنا يو الكويت الآن، جزء منهم يتبوأ مناصب قيادية. المصيبة أن هذا اللي متبوأ منصب قيادي هو الآن يقرر لولدي وولدك أن إذا لم يروح إلى أرقى الجامعات، هذا اللي جاء من جامعة بقالة يقرر هذا يروح ولا ما يروح. مشكلة يعني، هذه ماكو منطق يقبل هذا الكلام. هم مسؤولين قياديين الآن بالبلد؟ أكو من جزء منهم كبير قياديين في البلد. نعم. الآن ما تقدر تقول أنت شهادتك مو معتمدة ولا طبيعي، لأنه هو شهادته معتمدة وكانت الجامعة هاي مصرح فيها وكل شيء. الآن احنا لما نقول هذا الكلام نريد ان نضمن بان هكذا ممارسه وهكذا سلوك لا يتكرر، لا يحصل ان عيالنا الجهد والاموال اللي قدمت الدوله لتعليم ابنائنا واهميه التعليم ودور التعليم، ها يروح لك اخر شيء يبلك من هالجامعات شهاده ويك، وتالي اذا ما يبي يصير مدير يبي يصير وزير، ها مشكله. أعتقد يجب أن نعيد النظر في قضية الابتعاث وقضية الجامعات وكيف نقيم هذه الجامعات. الأموال اللي تنحط في عيالنا استثمار، إذا أنت عندك فلوس تبي تحطها في شركة تستثمر في أي شركة، الشركة اللي تضمن لك العائد السليم الصحيح، ولا بس تبي تطق طقها شكل وتطلع وتخاطر. ما نقوم به الآن في هذه المجالات هو مخاطرة، مخاطرة بمن؟ بثروة حقيقية وأصيلة في الدولة وهي الشباب. نعم. أبنائنا. دكتور، أنتم يعني لديكم في اللجنة التعليمية إجماع على ضرورة مواجهة قضية الشهادات الوهمية والمزورة، وهذا الأمر أيضا منذ المجلس السابق اللي هو مجلس 2013 وصدر تقرير حول هذا الأمر، ومع ذلك دكتور ما زال هذا الملف يراوح مكانه ويرد التقرير مرة ثانية ويطالبون بتقرير آخر. وين المشكلة بالضبط؟ أو وين الخلل؟ أستاذ أحمد، اليوم في اللجنة التقينا بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب بحضور الإدارتين وبحضور الوزير
في الاجتماعين تكلمتوا على الموضوع؟ اي كانت منفصلة. نعم اكو شهادات يفترض احنا ما عندنا القدرة ان نبحث فيها، من يبحث فيها؟ المؤسسات هذه الان قاعدين يبحثون، ويجب ان نميز بين الشهادة المزورة والشهادة الوهمية. الوهمية كلمة وهمية يعني قد يكون التالي ان شهادتك مو اصلية، شهادتك مزورة، شهادتك مو من جامعة معتمدة، شهادتك من جامعة معتمدة لكن مستواها متدني جدا. موجودة هذه الوهمية والمزورة؟ موجودة موجودة، يعني التهمتين موجودين. موجودين لكن يظل آلية البحث طويلة. ها تاخذ ال إذا مو طلع تقرير وخلص؟ ما طلع تقرير، التقرير اللي طلع كان يتحدث عن عدم تعاون هذه الجهات مع اللجنة السابقة في المجلس السابق، مجلس 2013 المنحل الأخير. خرج تقريرين من اللجنة، واحد بشأن الجامعة واحد بشأن الهيئة العامة لتعليم تطبيق وتدريب. ما كان في تعاون؟ مو عن تعاون كثر ما هو لم نعطى أو لم يقدم لنا المعلومات الكافية. الآن الادعاء بأن العملية تطول، العملية ما هي، وإحنا قاعد نطلب وقاعدين نسوي. طيب وينكم من الأول؟ وينكم من الأول لما أنا خريج جامعة في الخارج أستاذ في هذه المؤسسة، ألا يفترض نسخة من بحثي العلمي ومن رسالتي تكون عندك؟ وينك من الأول ما تطلب هالمعلومات؟ ليش الآن؟ الآن المساءلة السياسية أو الضغط النيابي أدى إلى أن إيش؟ أن هذا توقف. الآن تجيني أنت ملزم يا عضو هيئة التدريس أو يا الموظف أن تعطيني الأوراق الرسمية الكاملة وتعطيني رسالتك مالت بحثك اللي أخذت على أساسه الشهادة. الآن هذا موجود. الأمر الآخر معايير التقييم وغيره، في وايد من الأماكن نقيم بشكل عشوائي، في شخصانية في الاختيارات وفي نوع من العبث. ناهيك عن أن كل هذا إذا ما في شفافية يضرب بعرض الحائط بكل بساطة. مثال بسيط، إذا أنا تقدمت في وظيفة في مكان ولم أقبل، لا يقال لي لماذا لم أقبل، وبالتالي شو أقول؟ والله من أقابلني؟ مقابلني فلان، لأن فلان من الفئة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو المجموعة الفلانية أو العرق الفلاني ظلمني وصار في نوع من التمييز التمييز السلبي اتجاهي عشان شي لم أقبل. لكن لو كانت هناك إبداء للأسباب، أي شفافية في معايير التقييم وآلية التقييم ونتائجها للكل، الكل يشوف الكل، ما حد يقدر يقول يتهم في هذا الأمر. الآن تمارس مؤسسات الدولة، لكن أن تمارسه جامعة الكويت أو تمارسه التعليم التطبيقي هذا خطير، لأن أنتم من يجب أن يقود هذا المجتمع ويكون الشعلة والمنارة والقدوة. هذا واحد. ناهيك عن السلطة القضائية، هذا بعد أمر آخر، بس احنا راح نتكلم بالتطبيقي لكن بعد هذا الفاصل. دكتور خليل، مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم. دكتور خليل، كنا نتكلم عن التطبيقي قبل الفاصل، انت تفضلت وقلت ان نحو 600 أستاذ في التطبيقي لا توجد معلومات عن شهاداتهم، شلون تم تعيينهم اذا ما في معلومات عن شهاداتهم؟ 600؟ انا ما قلت 600، انا ما ادري عن الرقم، مو أنا اللي قلت الكلام. من اللي قال 600؟ انا اعتقد احد الصحف اثارت هذا الامر. كان هناك بلسانك لجنة. شلون بلسانك اثاروا هذا لا الموضوع؟ لا, لا لا كان هناك كلام على ان هناك شهادات او بلاش اقول شهادات، اعضاء التدريس يقومون بالعمل في التعليم التطبيقي والجامعه، وهذه المؤسستين ما يملكون كل المعلومات الكافيه عن المؤهلات العلميه مالته كامله، وبالتالي هنا أصبح علامة استفهام. كم واحد ما عندك معلومات الكاملة؟ كان 600 واحد. 600 تقريبا حسب معلوماتي. الآن بدأت اللجنة تبحث وتنظر وتطلب هذه المعلومات من أعضاء التدريس. كثير منهم قدموا بشكل متأخر، وهناك من احتج أن أنا ما أقدم. طبعا البعض من احترامي تقديري، البعض من الأساتذة يتصرف كنا على رأس ريشة، كنا صاير أينشتاين مو فلان، ها ولد فريج مدري منه ولا لا لا اينشتاين يا هيك الحبيب، ما بيعطي المعلومه انا استاذ دكتور انت استريح بس قاعد اركد، ويحق له هذا الامر لما يعطي لا يحق له ولا هم يحزنون، قصب عليه يقدم المعلومات اذا المؤسسه ما عندها، المؤسسه تطلبها منك في نفسه. شلون انا يطلب مني هذه المعلومه؟ لا يطلب منك غصب،
ولو كان أنت تمتلك أو ترى في نفسك الشيء الفلاني يفترض ما تتردد في إعطاء هذه المعلومة للمؤسسات حتى شنو حتى تكون نموذج للآخرين وقدوة. الآن استخلصت كثير من هالمعلومات منهم وتم الحصول عليها، أكو منها ناقص إلى الآن قاعدين يبحثون فيها، وأكو منها قاعد يتحققون منها. الآن هذه المسألة في المستقبل لن تتكرر دون شك، ويفترض وسيلة وطرق التحقق من هذه الشهادات أو من هذه المؤسسات اللي تخرجت منها يفترض تكون بشكل بعيد عن المتقدم. يعني أنا تقول لي بورقة تثبت أنك كذا، أعطيتك ورقة بورقة بس أنا أعتمد على هذه الأوراق، مو صحيح. قد تكون هذه مزورة ملعوب فيها، واحد كوركتر مسوي كابي وطاق له شهادة وحط طابعين وياك أعطاك قال لك هذا تزوير. الآن المؤسسة هذه اللي عينته شلون تعرف أن هذا مزور؟ افترض عندنا آلية واضحة تراسل المؤسسة، مراسلة المؤسسة مباشرة، أعطونا أوراق، أعطونا شيء، من بعثه هو المسؤول عنه، وإذا كان على حسابه. هذه افتراضات لكن راح تتم دكتور، هذا راح تتم في قضية ضمان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. الآن من ضمن القانون اللي قلت لك عنه تطوير أو تنظيم مؤسسات التعليم العالي، تنظيم التعليم العالي، أكو جهاز يجب أن يكون جهاز خارج مظلة اللي هو الجهاز اللي تفضلت فيه، راح نسأل يكون يراقب، راح نسأل عنه سؤال. لكن دكتور هل تصديك لملف الشهادات المزورة يعني وضعك في مرمى التهديدات والمساومات؟ دون شك في مرة من المرات في إحدى الانتخابات يعني مدير حملتي قال لي أكو مجموعة خريجة ما أدري أي جامعة يقابلونك، وقوام هذه المجموعة كذا 300 واحد، وهذول أسر وناخبين. قلت يشبون؟ قال لي بيشوفون قبل الانتخابات. قلت أعذرني أنا أعرف الجامعات هاي شنو كانت، كان عندي موقف. قلت أبد. قال لي الانتخابات يقولون. قلت ما عليه. قال يقولوا وريك بالانتخابات. 300 شخص قيل لي هالكلام. قلت أبد ولا لهم محطرين عندي حتى خمس دقائق ما أعطيهم، لست معنيا بهذا الأمر، آخر من يدخلون عليه أنا في هالمسألة. هذا صار، وبالتالي مرة ثانية عندي موقف ولا يمكن أسمح لنفسي. دكتور خليل أنت أقسمت على وضع وزير التربية على المنصة في ملف التطبيقي، راح تدفع كفارة ولا بتكمل؟ قسم، أنا قسم الآن يعني مكمل. أفضل أني أنا أكمل عن أني أدفع الكفارة. أخي الملف الظاهر في مشاكل كبيرة موجود. واليوم قلت لك اليوم كان في اجتماع، أنا قلت للفاضل الدكتور محمد الفارس أي تقرير يخرج من هذه المؤسسات من خلالك يصل لنا أنت مساءلة كاملة عن كل حرف وكل كلمة وكل نقطة توضع في هذا التقرير مساءل سياسيا وأمامنا ودون شك. متى ما شعرنا، وأنا أكرر وأقوله، متى ما شعرت بأن هناك تراخي من الأخ معالي الوزير في النظر في هذه القضايا ومتابعتها ومعالجتها، الأهم شيء معالجتها، دون شك أتحمل مسؤوليتي أمام رب العالمين قبل أي حد ثاني. هذا تعليم، هذا بناء إنسان، هذا أهم ثروة نمتلكها في الدولة. وتشوف أنه فيه تراخي؟ لا يجوز عبث. إلى الآن إن شاء الله لا قاعد يقوم بدوره، إلى الآن قاعد يقوم، بس متى ما شعرنا فيها دون شك والله لن أتردد مع كل احترامي تقدير له. نعم. رفضت قرار جامعة الكويت بتحديد فرص اختبارات القدرات لطلبة الصف الثاني عشر، ايش رايك بهالموضوع؟ شوف عيالنا كانوا ياخذون اختبارات القدرات، ولو ان عندي وجهة نظر في اختبارات القدرات، هو اصلا تقيس ماذا؟ اي قدرة تقيس؟ انا اكو خلل في الاختبار نفسه من الاساس. عندي مشكلة في الاختبار، هل الاختبارات هذه تقيس النولج، تقيس المعلومات، ولا تقيس قدرته على التحليل والتفكير؟ اكو لغط في هذا الشيء. هذا جانب. الجانب الثاني الان مساله ان تتاح الفرصه لعيالنا من سنه الحادي عشر انه يقدم هذا الاختبار ويدفع فلوس، قاعد يدفع فلوس مو ببلاش، يعني جامعه الكويت مو متكرمه على عيالنا بالاختبار، بعدين يجون بسبب وضع مالي معين وميزانيه معينه وعدم وجود موارد معينه يقول لك انا منعت الاختبار
وخليته بس حق السنة الثاني عشر. أنا مباشرة كلمت الوزير قلت له خطأ، أولا قضية والله عشان الميزانية، ما أنتم لا ميزانية ولا هم يحزنون، دافع فلوس كحد يدفع لك، هذا واحد. رقم اثنين هو فرصة تدريب حق عيالنا أن يخوض الاختبار مرة مرتين ثلاث أربعة خمس، كل مرة عيالنا يدشون هذا الاختبار ايش بيسوي قبل الاختبار؟ يبي يدرب، يبي يدرس، يبي يراجع. ما انت ايش قاعد تسوي هني؟ قاعد تنميه، قاعد تحثه على هالامر. تي توقفه اعتقد كان خطا، وكلمت الاخ معالي الوزير و نعم. دكتور، هل تعتقد ان مؤسسات التعليم قادره على استيعاب مخرجات الثانويه العامه؟ وهل يعني تلمست خطه واضحه لهذه المؤسسات في توزيع هذه المخرجات وفق احتياجات الدوله؟ ابدا تلمست ان لا توجد خطه واضحه، المؤسسات التعليمية ما عندها خطة واضحة. تلمست أن رؤيتهم للخمس سنوات العشر سنوات القادمة رؤية سطحية جدا. تلمست أن ما يدرون عن هوى دارهم في المسألة. تلمست أن ما عندهم أي تواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حق الخمس سنوات العشر سنوات الجاية. تلمست أن الأرقام اللي عندهم مو مبنية على أرقام تقدم من وزارة التربية. فهمت قصدي؟ مبنية يعني على شنو؟ مبنية على العام كم واحد يانا هالسنة، كم واحد متوقعين، واكو خلل عود يعني. الآن احنا عيالنا من سنة من السنة الخامسة يدخلون في وزارة التربية. وزارة التربية، هل تعرف وزارة التربية كم طفل راح يجي من السنة الجاية في رياض الأطفال؟ ما عندها معرفة؟ ما عندهم. خلي يطلعون لي ورقة يقولون احنا راسلنا الهيئة العامة للمعلومات المدنية ونعرف تماما الشريحة العمرية لل إذا ما في تنسيق ما بين الجهات. أكو نوع من العبث ونوع من العشوائية. نعم دكتور، الجهاز الوطني. اسمح لي استاذ أحمد. تفضل، لكن بإجازة. قد يتهمني البعض إن أنت قاعد تحلطم وتقول لا لا مو قاعد تحلطم، أنا قاعد أعطي حلول. يفترض في وزارة التربية عندها إحصائيات كاملة من الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب، فلما أنا أنتقد أحط الحل في هذا الأمر. يفترض في وزارة التربية تسوي هذا الأمر. الآن حاجة سوق العمل، من يقيس حاجة سوق العمل في الكويت عندنا؟ وزارة التربية ولا جامعة الكويت ولا الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب؟ في أحد منهم قاعد يقيس؟ ولا واحد فيهم. يروحون الخدمة المدنية، الخدمة المدنية تعرف حاجة سوق العمل في القطاع الخاص؟ خدمة المدنية ما تعرف. إذا من يقيس؟ إذا قياسك لحاجة سوق العمل ناقص. يفترض عندك جهاز بالتعاون مع غرفة التجارة، خلي يسوون شيء غرفة التجارة مفيد للمجتمع، وبالتالي خلي يسوون هذه الدراسة. نعم دكتور، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي شنو دوره بالضبط؟ وهل تتابع مسار عمل هذا الجهاز؟ من هذا؟ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. نعم. اللي تفضلت فيه. مرسوم إنشاء الجهاز. أكو تداخل في الجهاز وفي المؤسسات الأخرى وزارة التعليم العالي، وهناك أيضا مو بس تداخل، هناك نقص. مثال بسيط، الجهاز يعتمد البرامج العلمية والجامعات في خارج الكويت. زين، ما له شغل في الجامعات والبرامج العلمية داخل الكويت. أكو منطق يقبل هذا الكلام؟ يعني الحين لما يأتي مجلس الجامعات الخاصة في الكويت يقرر إنشاء جامعة، والجامعة هذه فيها خمس ست برامج علمية، الجهاز هذا ما له علاقة. إيش معنات جهاز وطني للاعتماد الأكاديمي، اعتماد أكاديمي حق ثلاث أربع جامعات برا؟ ماذا عن اللي داخل؟ ماذا عن برامج اللي داخل؟ هذا شيء. قياس جودة التعليم، مرة ثانية مساعة قلت لك، من يقيس جودة التعليم؟ من في الكويت عندنا يقيس جودة التعليم؟ تفضلت وقلت إن الوزارة نفسها هي. ولا تقيس أصلاً، تقول إحنا نقيس، ما يقيسون. يسوون استبيان حق مدرسين ومدرسات. المفروض الجهاز قيسه. يسوون استبيان حق معلمين ومعلمات يسمونه قياس جودة. بعد هذا شمال شو تسوي في هذا اللي يسوي هالحركة؟ مفروض شو تسوي؟ أنا ماني قايل، بس لا أريد أن حتى لا أبين أن أنا قاعد أحقر الناس. أنا أتكلم عن التالي، نحتاج إلى جهاز منعزل مظلة بعيدة عن وزارة التربية حتى لا يصير في نوع من الكونفليكت اوف انترست أو التضارب المصالح. افترض جهاز منعزل تماما يقيس ويقول لك والله هالمؤسسة هذه كذا هذه كذا هذه كذا. يفترض. نعم دكتور، احنا راح نكمل حوارنا لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا. دكتور خليل، هل هي عدم ثقة بالجهاز الحكومي عندما تحديت وزيرة التنمية والتخطيط على إنجاز المشاريع التنموية؟ يعني ما في ثقة بالجهاز الحكومي؟ ما في ثقة في الجهاز الحكومي لأسباب. ما في ثقة
لأن هيكلة الأجهزة الحكومية خاطئة، فيها خلل، لأن جزء كبير من القياديين قدراتهم محدودة، لأن الأولويات عندنا غير واضحة وغير مرتبة وغير منظمة بشكل صحيح. لذلك أنا أقول ماكو ثقة لهالأسباب. وبعدين عدم ثقتنا بسبب مش تكهن ايش نتوقع في المستقبل، أنا أشوف شنو صار في الخمس سنوات الماضية وبالتالي أقول نعم إحصائيا غالبا هذا اللي راح يصير في السنوات الجاية. إذا غير متفائل دكتور خليل؟ ما أنا أحب دائما أكون متفائل. نعم. دون شك كل أنا اللي أقوله ترى أنا بقمة التفاؤل. نعم. برأيك ماذا يعكس أن تكون ميزانية الخطة الإنمائية للدولة تخطت 30 مليار دينار إلا أنها لم تتضمن أي مشروع تربوي؟ هذا علقنا عليه، وأشكر الأخوان في اللجنة المالية السابقة في المجلس المنحل، وأشكر أيضا مستشار اللجنة في ذاك الوقت الدكتور وليد السيف، الحين ما أدري وين فيك أو مستشار، هو اللي نبه على هذا الأمر، وحضرت أنا اللجنة وتكلمت مع الأخوة وسمح لي أني أدخل في اللجنة المالية وأتناقش فيه مع الأخوان في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. نعم عندنا مشكلة، المشكلة الأكبر أنه وقلتها في قضية تحديد أولوياتنا في هذه المشاريع، لما نيجي نقول نبي نسوي هذا المشروع قبل هذا المشروع، على أساس ليش يتقدم هذا المشروع على هذا المشروع؟ حطونا الأسباب، خلي يقولون الأسباب. لم يستطيعوا الإجابة في ذاك الحين، وعطينا بعض الاقتراحات في قضية كيف تحدد الأولويات، واحدة منهم فقط، واحدة من المعايير اللي تستخدمها في قياس الأولوية، فرص العمل التي يخلقها المشروع للشباب الكويتي والأسر الكويتية، إن هذا لازم يكون معيار مهم ينظر فيه. وما كان عندهم معايير؟ ما كان عندهم. وبالتالي دخلوا في هذا الحين حسب معلوماتي قاعدين يشتغلون على هالمسألة وحاطينه. بس أيضا أنا متوقع إن راح تكون هناك أيضا بعض المثالب. نعم. انتهيتم من التعديلات على قانون الرياضة، شنو النص النهائي اللي تم الاتفاق عليه مع الحكومة لإرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية؟ ودكتور خليل يعني متى يتم رفع الإيقاف الرياضي؟ لما النفوس تصير زينة، لما يصير أكو أخلاق، يعني ما في معايير واضحة؟ لا، بنود معينة. شوف أكو مشكلة، من يعتقد أن المشكلة في القانون أقول أنت مخطئ، هذا الكلام قلته باللجنة. اشتغلنا بكل مهنية في اللجنة على تعديل القانون، اشتغلنا بمهنية وبتجرد تام. وأنا الآن عبر برنامجك أقول إذا قدم هذا القانون بعد ملاحظات اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية وعالجنا وسوينا، إذا رفع الإيقاف وعالجنا المشكلة فقط بسبب هذا بلغوني عشان أنا أقدم استقالتي من مجلس الأموال. إذا تم رفع الإيقاف بعد التعديلات اللي راح تقدمونها بتوصيات اللجنة، راح تقدم بالقانون، بالقانون وفق القانون، إيه راح تقدم استقالتك؟ أقدم استقالتي من اللجنة، أنا قلت بسموه من اللجنة، خلني شوية، لا أقدم استقالتي بهالثقة. يعني إذا ممكن يكون هناك، أنا أقول لك بكل ثقة أكو خلل. يعتقد البعض مشكلتنا مشكلة قوانين، أبدا مو مشكلة قوانين. أنا أرجع وأقول في الرياضة مشكلتنا مشكلة أخلاق مع البلد، مو بيناتنا، مع البلد. نعم. وكيف ترى كذلك الآلية المتبعة في تنفيذ مشاريع الإسكان وجودتها والتزام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها؟ بإيجاز دكتور، لأن الوقت فعلا داهمنا. يقول الوزير في أحد الجلسات لما انتقدت بعض هذه المشاريع وجودتها، قال لي تعال أوديك أوريك البيوت، قال لي كذي تعال أوديك في زيارة. ورحتوا؟ لا لا، ما شو مقاول أنا يوديني وياك، شو ما له أروح وياك، على شنو راح اطلع شطال انا وياك؟ انا اقدر اقول لك والله هذا، روح افتح اليه واضحه لي 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 للناس تعطيك تقييمها حق بيوتها ولا تعطيك رايها في البيوت، هذا واحد. رقم اثنين، الشركات هذه لازم ينحط عليها اكس واكثرها بالباطن. ها، على كل حال انا اعتقد هناك نوع من التالي، اكو جهد موضوع ماكو شك، لا اشك، لا اقول ما حد قاعد يجتهد، الناس قاعد تجتهد، لكن نقيس الاجتهاد في نهاية اليوم مش بالوقت اللي قاعد تحطه، نقيسه في الانتاجية في نهاية اليوم، مش بس بالوقت بروحه، انتاجية ايش قاعد تسوي مقابل شيء، وجودة هذا العمل اللي قاعد تسويه.
الآن أعرف التالي، أعرف مشاريع جاية، وأعرف أن أكو علاجات صارت في قضية البيوت واللي شفناه. وبعدين قيل لنا أن جزء من هذه البيوت أصلا اللي قاعد تشوفها مش بالكويت، مو بالكويت اللي فيها خلل، يعني في دولة ثانية مو بالكويت أصلا، مو هاي مو مشاريع في الكويت. قيل لنا هذا الكلام، نسمع من الناس أن أكو مشاكل، أكثر المشاكل في البنية التحتية. أنت تي تبني لمدينة مثل صباح الأحمد، مدينة ضخمة كبيرة، كويتيين راحوا خذوا بيوت وبنوا، ليش ما سويت الشارع والجسر؟ قال لك، قال لك والله عشان لا يخترب الشارع، فاحنا خليون التراكترات يون العربات الكبيره الثقيله يخلصون البيوت يبنونها بعدين يسوي لهم الجسر. اي اعاقه في المنطقه هذه؟ وين عقل يقبل هذا الكلام؟ ما انت يفترض في كل مدينه، يفترض في كل مدينه تبدا بايش؟ تبدا بايش؟ تبدا في بنيتك التحتيه اول. نعم، وهذه ملاحظاتنا وقلناها. نعم دكتور، احنا يعني فعلا داهمنا الوقت وعندنا كم كبير من الاسئله، لكن بما ان الوقت داهمنا الان نصل الى الكلمه الاخيره، اذا عندك كلمه اخيره تفضل فيها. انا اول شيء اشكركم على هذا اللقاء وهذه الاستضافه، وانا استمتع في لقائكم، واريد ان اشيد بشيء في الجانب الفني والتقني في برنامجكم. الله يعطيك العافيه. انا شفت لقاء سابق لي معاكم وانتبهت عليه، الموسم الاضاءه الموضوع. الكاميرا، الاسئله، الشغل محترفين، الله يعطيكم الف عافيه. هذا شيء انا مو قاعد اجاملكم، بعد ما بيني بينكم شيء، من ذوقك هذا جانب. الجانب الثاني، نتامل ونتطلع ان نحقق شيء لهذا البلد. يفترض الناخب، يفترض الناخب يدفع بالنائب في ان يلتزم اولويات البلد، اولويات الشعب الكويتي، والا ينشغل في ما هو هامشي. مو انا اللي اضغط على النواب، الناخب يضغط على النائب مو انا. وبالتالي نريد هذه الحركه الشعبيه، وغياب دور المجتمع المدني في المساله له اثر ايضا. نتامل ونتطلع ان نقدم شيء لهذا المجتمع، ونقول يا اخوان، شوف انا مساعة اسولف معاك استاذ احمد، ما ادري ايش كثر وقت عندي. نعم. قلت لك شوف المنظر اول مره انتبه، انا صار لي الحين سنتين في هذا المبنى، اول مره انتبه بان عندنا شيء جميل حلو، منظرك جدا حلو، اول مره انتبه. ما نقدر نسحب الشيء هذا على الجوانب الاخرى، ان انت مو منتبه ان في اشياء جميله. انا ان شاء الله في اشياء جميله. القصد هذا الشيء الجميل، هذه الدوله الجميله، هذا البلد المعطاء، هذه الارض الطيبه، جميلة، الحمد وشكر. خل نشتغل من أجل هذا الأمر، خل نسوي كل الكويت هالشكل. شكرا لك. شكرا لك النائب الدكتور خليل عبد الله أبو، العضو اللجنة التعليمية والمهتم كذلك في الشأن التعليمي، شكرا جزيلا لك. مشكور. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجال لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة، نستودعكم في أمان الله.